السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. احسن اكل ليه الطيور البرسي، شايفين اهو بنجيبه لهم من الضيف. وبنحرك لهم اهو السكينة المشرشرة دي. السكينة المشرشرة دي عندنا بقالها كم سنة. شوفوا الوز بيحب البرسيم ازاي. احسن حاجة محببة له البرسيم الوز. وطبعا فضلات الطعام اللي بتبقى فايدة من دي حاجات عاملينها لهم، مواعين عاملينها لهم مخصوص لهم للاكل. الوزة فرحانة بالبرسيم. اهم حاجة المواعين تكون نظيفة تحت المية برضه، والواحد بيحط له الأكل ده عبارة عن عيش بنغطسه كده في الميه، لكن العيش غير العيش الناشف ده. يعني فضلات الطعام اي اكل، فضلات المطبخ كلها كده بنحطها له. الفراخ البلدي، ودي الفراخ دي اساسه، والوزه صاحبته. الفراخ كان بينهم وبين الوز عداء الاول، بس صاحبه حاليا. لقيتها فين؟ طب مش دكتورتها كده مصورة. هم بيضين بيضة هم. ده عيش مغطسينه في مية وحاطين لهم سرسة. السرسة ديت يعني بتحميهم كده وبتكبرهم بسرعة. ده شوال السرسة هو شاريها لهم. اللي بنسموها رجيعة. الوزة بتاكل العيش برضه ازاي. الوزة بتحب انها تشرب المية، تاكل اي حاجة تروح تشرب مية بعدها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.